أنا حسام محمد عصر، دفعة 2022، فرقة رابعة، هندسة اسكندرية، راوند 14 في دار الكهرباء. سريعا، اللي حصل في المشروع خلال الفترة اللي فاتت قبل المناقشة كانت النهاية مهلة 10 أيام. أول حاجة، أنا اتبعت لي المشروع كان مستشفى بالشكل ده. دي البلان اللي استلمتها، كانت مستشفى 4000 متر، بتتكون من غرف مرضى وغرف أشعة وعناية مركزة وحضانات، وكان فيه جزء إداري زي المكاتب وغيره. أول حاجة عملتها إن أنا البلان دي ما كانش فيها الفرش بشكل كامل، اللي هو محتويات الغرف وفيها فرش قد إيه والحاجات دي، فبدأت إن أنا أستعين ببلانات مستشفيات قديمة ومشاريع تانية عشان أعرف أجيب منها الفرش، عشان أقدر إن أنا أوزع أنظمة الإتش فاك والباور وأنظمة الإضاءة وكده. جهزت البلانه وجبت الفرش وكل حاجه، فالبلانه وصلت معايا لحاجه مثلا بالشكل ده، ان كل الاوض فيها الفرش بتاعها، سواء مكاتب او غرف مرضى او اشعه او غيره. بعد كده بدات اول حاجه بانظمه الاضاءه، اللايتنج من برنامج الدايلكس. بدات ان انا ادخل اشوف كل غرفه محتاجه لوكس قد ايه بناء على الاستخدام بتاعها او الاكتيفيتي بتاعها، وكنت بجيب ده منين؟ من الكود المصري. في اشتراطات لكل غرفة مريض مثلا او مكتب محتاج لوكس قد ايه، وبناء عليه بدأت ان انا اطبق ده. وبدأت بقى ان انا اشوف الكشافات المناسبة اللي انا استخدمها. هنا مثلا في المشروع استخدمت غالبا كله كشافات 60 في 60، واستخدمت سبوتات مثلا في لو في طرقات صغيرة او في الحمامات وغيره. انواع الكشافات برضو اللي اشتغلت عليها غير انها 60 في 60، كان في اشتراطات مثلا تبع وزاره الصحه، ان انا في غرف المرضى او الغرف اللي زي المعامل مثلا معرضه للتلوث او كده، لازم ان انا استخدم كشافات مثلا كلين روم او انتي بكتيريا. تمام، فدي حاجه بدات ان انا اشتغل عليها، وطبعا كنت بنزل كتالوجات لكل الكشافات وابدا اشوف الانسب للتطبيق بتاعي. فدي أول حاجة عملتها، بدأت في نظام الإضاءة إن أنا أوزع كل حاجة على برنامج الدايركس، وخلصت الإضاءة كاملة. بعد كده جبتها على برنامج الدايركس بقى، برنامج الأوتوكاد، بدأت إن أنا أعمل الوايرنج بين الكشافات. اشتغلت على طول كنظام شوب دروينج، يعني ما عملتش مثلا ديزاين الأول وبعد كده حولت شوب دروينج، لا، الوايرنج كان كله شوب دروينج عشان اختصارا للوقت وكده. بدأت إن أنا أعمل شوب دروينج كامل بالشكل ده، سواء من توزيع بقى مفاتيح او ان انا بعمل اللينيات بتاعتي، بقسمها الهاتش ماركس او الابعاد، نظام شوب دروم كامل المفروض. تمام، بعد ما خلصت جزء اللايتنج كشوب دروينج وكديزاين، بدأت ان انا ادخل على جزء الباور بالشكل ده. الباور معايا كان ان انا بوزع السوكتس بتاعتي، بشوف الديسكونكتات على حسب الابلكيشن بتاع كل مكان، سواء مثلا كان غرفه اشعه او غرفه مريض محتاجه قد ايه. استعنت برضو بحاجات في الكود المصري، واي اكواد مثلا لو انا مش عارف حمل غرفه الاشعه قد ايه، كنت بشوف الحمل بتاعها قد ايه، وبناء عليه ببدا احدد انظمه الباور المناسبه. سريعا، كان ده شكل انظمه الباور، حاجه بالشكل ده. بعد كده وعملت طبعا البيت هيد يونت، عشان دي مستشفى فكانت كل غرفه مريض بحتاج لها بيت هيد يونت فوق السرير مثلا، وبناء عليها بقى ببدا ان انا اشوف الكتالوج بتاعها واوزع السوكتس والحاجات دي. عملت انظمه الاتش فاك، استعنت برضو بالكود المصري في حوار الاتش فاك، ان انا بشوف مثلا المساحه بتاعت المكان محتاجه تكييف قد ايه، الهورس باور الكيلو وات بتاعها بناء على المساحه، وبدات ان انا من الكود اعرف احدد الديسكونكت المناسب اللي احطه في السقف مثلا عشان يشغل لي الفان كول يونت بتاعت المكان ده. يعني مثلا حاجات بالشكل ده. طبعا دي انواع مختلفه، في 32 امبير، في 20 امبير، على حسب كل مكان كان محتاج قد ايه. دي كانت انظمه الباور اللي انا اشتغلتها، وكان في مثلا ديسكونكتات لغرف الاشعه كان في الجزء كده. ده سريعا يعني. طبعا في كل نظام كان في الليجند بتاعته وكل حاجه موجوده، كان في الديسكريبشن بتاعه، استخدمت مثلا مواسير ايه، اللينيات متسميه ازاي، الحاجات دي مثلا كده بالشكل ده سريعا برضو. وفي اللايتنج كان في نفس النظام برضو في الديسكريبشن والحاجات دي. بعد ما خلصت الجزء الباور، غالبا دول كانوا اكبر نظامين في الشغل، اللايتنج اخد وقت كتير جدا لانك بتشتغل على برنامجين ولا حاجه، والوايرنج بتاعهم ما كانش سهل. بعد كده بدأت ان انا بانظمه اللايت كارنت، دخلت كان عندي انظمه الداتا والتليفون والكاميرات والفاير الارم والنيرس كول سيستم، لان هنا مستشفى فكان لازم اعمل نظام استدعاء ممرضات.
بدأت إن أنا في النظام ده أعمل السيرش بتاعي للداتا والتليفون بشكل كامل في الغرف بتاعت المرضى، في المكاتب، لو هستخدم مثلا فلور بوكسز في الحاجات اللي هي اللي على الأرض، مكاتب على الأرض، الكاميرات وزعتها، وبدأت إن أنا أعمل الكيبل الترانك بتاعي اللي هيمشي عليه الكابلات دي والسايزنج بتاعه، وعملت شوب درونج هنا برضو بشكل كامل والتسمية وكل حاجة، وبرضو هنا الليجند بتاعتي كاملة. خلصت الداتا والتليفون، جيت في نظام الفاير الارم ووزعت الديتكتورز بتاعتي بناء على برضو الكود. يعني هحتاج مثلا ان انا استخدم ديتكتورز ايه في المكان زي غرف المرضى مثلا غير المطابخ، استخدم انواع تانية. استعنت برضو بكتب دكتور جيلاني في التيار الخفيف، فيها تفاصيل كتير جدا في اللايت كارنت سواء فاير الارم او غيره، وفيها دايجرامز وكل حاجة. بدأت إن أنا أعمل الشوب دروينج بعد ما الشوب دروينج بتاع المكان بعد ما فرشت وعملت الباك بوكسز وكل حاجة، وصلت الأنظمة بشكل كامل في الفاير ألارم سواء كانت اللوبة العادية أو الدي سي. خلصت الفاير ألارم، دخلت بعد كده على نظام النيرس كور سيستم أو نظام استدعاء الممرضات، فعملت برضو الفرش بشكل كامل وبعد كده وعملت اللوحات بتاعتهم بعد كده والليجند، ودخلت بعد كده عملت السيجل لاين دياجرامز بقى لكل الانظمه. يعني انا مثلا عندي في اللايت كارنت عملت الرايزر دياجرام بحساباته كلها، المحتويات دي كلها كانت موجوده في كتب دكتور جيلاني برضو، ازاي تحسب وازاي تجيب مثلا الباتش بانل والباتش بورت والحاجات دي. في نظام النيرس كول سيستم ده برضو الحسابات بتاعته بشكل كامل، الزونات متقسمه ازاي، كل زونه عليها كومبوننتس قد ايه، بتحتاج كام امبير يونت، دي تفاصيل رايزر دايجرام بتاع نيرس كول سيستم. وهنا الفاير الارم طبعا انا عامل هنا الدور واحد بس فكان صغير شويه مش كتير. السنجل لاين دايجرامز بقى بتاعت اللوحات، في النهايه كان معايا 13 لوحه غالبا، 13 لوحه سواء كانت لوحات باور او لايتنج او لوحات طوارئ للانظمه كلها ولوحات الاتش باك. وكان في اللوحه العموميه المين دي بي بتاعت المكان وبتتغذى من الترانسفورمر، فعملت ده. هنا اللوحة العمومية وهنا اللوحات الفرعية سواء لوحات إضاءة أو باور، لوحات الاتش فاك، لوحات اليو بي اس والإمرجنسي. ده اللي كان السنجل لاين دايجرام بتاعهم بشكل كامل بكل تفاصيله. طبعا بعد السنجل لاين دايجرام كان في الديتيلز بقى بتاعت المشروع، ان انا مثلا عندي في انظمه في السوكتس مثلا ليها الديتيلز بتاعتها، دي مش متاخده من بيانات تانيه معموله بشكل كامل. السوكتس مثلا الفيجن وسايد فيو بقى وحاجات كده، الفلور بوكس الديتيلز بتاعته بشكل كامل، الفاير الارم سيستم واللايتنج والداتا والتليفون والكاميرات. هنا مثلا التريهات او الكيبل ترانك مثلا في اللايت كارنت ماشي ازاي وطالع مثلا بفلكسبل على الجنكشن بوكس او اسف الادابتور، ويسلم بول بوكس ومنها للمواسير الامبيدد في الحيطه، وهكذا في كل الانظمه. ده كان بالنسبه لبلانات الكاد اللي انا عملتها في المشروع دي كلها. وطبعا بعد ما خلصت البلانات دي عملت لها بقى اللي اوتس بتاعتها. فسريعا كده كان ده شكل اللي اوتس في النهايه، ده مثلا لنظام الباور، لايتنج، لايت كارنت، داتا، فاير الار، نيرس كول سيستم، الديتيلز بتاعت المشروع، سيجل لاين دياجرامز، دي بشكل كامل. يعني بعد كده بالنسبه بقى في شيتات الاكسل، انا بعد ما خلصت انظمه اللايتنج والباور دخلت على طول ان انا اعمل البانل سكادول او اللود استيميشن للمشروع، فكان بالشكل ده. كان عندي بدات الاول بلوحات الاضاءه سواء نورمال او امرجنسي بالشكل ده كده فيها الحسابات كامله، بعد كده لوحات الباور كان عندي 3 لوحات نورمال، وكان عندي لوحه واحده امرجنسي في الباور عملت لها برضو اللود استيميشن بتاعها، كان عندي لوحه اليو بي اس، وفي الاتش فاك استخدمت 3 لوحات. ده بالنسبه للاتش فاك. بعد كده عملت البانلز كالكوليشنز بقى في الاخر، ان انا بشوف بغذي من اللوحه العموميه بروح للوحات الفرعيه عشان احسب الكابلات عشان احسب الفولتج دروب اللي عليهم وهكذا. بعد ما خلصت دول
ظبطت اللوحه العموميه بقى وبتغذي ايه والكابلات والكونكتد لود والديماند لود بتاعها عشان اقدر احسب الكابل اللي داخل للمين دي بي او اللوحه العموميه واللي هو اللي جاي من الترانسفورمر المفروض. فعملت يعني ملخص كده للفيدرز اللي عندي، كان في ترانسفورمر وكان عندي اليو بي اس والجنريتور، حسبت الريتنج المطلوبه بتاعتهم بالداتا شيتس بتاعتهم هنا مثلا، وكل حاجه يعني كان في حاجات بقى من الكود المصري وحاجات من الكتالوجات والداتا شيتس وكده. ده بالنسبه سريعا يعني ملخص للتعامل في المشروع. بعد ما خلصت كل ده دخلت بقى على التندرنج او التسعير بتاع المشروع. اول حاجه بدات فيها كان عندي شيتات الافريج لينس، عملت افريج لينس لانظمه اللايتنج وانظمه الباور كامله، بالديسكونكتات بالسوكتس بالباور سوكتس وغيرها والهاند دراير وكل حاجه. بعد كده في اللايت كارنت عملت للداتا والتليفون والكاميرات والوايرلس، الفاير الارم عملت له الافريج لينس بتاعه. بعد كده بدات ان انا اعمل الاستادينج شيتس والتيكنج اوف. فبدات بالاوتلتس، عملت الاستادينج شيتس بتاعها بشكل كامل بقى اسعارهم كل حاجه، الاوتلتس عملت لها التيكنج اوف بتاعها برضو عشان احسب الكميات والحاجات دي اللي انا محتاجها. بعد كده عملت الكاتنج ليست للكابلات عشان اقدر اجيب اسعارها، عملت الاستادينج شيتس بتاعها كامل، التيكنج اوف بتاع الكابلات بالسامري بتاعه بالكابلات اللي انا محتاجها اطوالها بالجلاندات باللوجز باي اكسسوارات الكابل محتاجها باعدادهم وكل حاجه. بعد كده دخلت عملت الديفايسز استادينج شيتس عشان اسمعه بعد كده في المقايسه اللي هنشوفها في الاخر. فهنا عملت الديفايسز بشكل كامل برضو. بعد كده عملت البانلز ستادينج شيتس ان انا شفت كل لوحه محتاجه بالكرات قد ايه عشان اقدر ان انا احسب اسعارها واجيبها في المقايسه. بعد كده انا استخدمت في انظمه اللايتنج والباور استخدمت كيبل تريز، ما استخدمتش مواسير عشان المساحه كبيره، فبالتالي ان انا كان لازم ان انا احدد السايزنج بتاع كل كيبل تري وكل بارت فيه. عملت انا الجدول ده يعني ملخص سريع كده ساعدني ان انا قسمت التريز بتاعتي البارتات وكل بارت رحت حسبت عليه قد ايه لينيات اضاءه وباور وهاند دراير وغيره. عملتهم في الجدول ده، ومن الجدول ده قدرت ان انا استنتج معادلات سمعتها تحت هنا من الجدول اللي فوق ان هو يحسب لي باقي البارتات اللي انا كنت مقسمها في درافت كده. قدرت ان انا اعمل سايزنج لكل التريهات اللي عندي. عملت بعد كده الاستادينج شيت بتاعه بتاع التريهات والتيكنج اوف. بعد كده بدات ان انا ادخل على الار اف كيو او الريكوست فور كوتيشن بتاع كل الحاجات اللي عندي، مثلا سواء اوتليتس او كابلات او تريهات، عشان اشوف اسعارهم والحاجات اللي انا محتاجها. هنا مثلا الكيبلز، البي في سي، المواسير، فاير الارم، كابلات اللايت كارنت، الاكسسوارز بتاعت الكابلات، الفيتنجز بتاعت التري. فدي كانت كل تفاصيل التندرنج مثلا باختصار. بعد كده كل ده في النهايه كان مسمع معايا في مقايسه المشروع بشكل كامل برضو. دي كانت مقايسه المشروع بما فيها بقى من كابلات، من تريهات، من الديفايس بتاعتي، من الاوتليتس كلها. وفي النهايه كانت هي دي المقايسه لحد الاخر هنا بس. يعني سريعا كانت هي دي تفاصيل المشروع في المهله اللي كانت 10 ايام بس. دي كل حاجه باختصار. نصيحة أخيرة لو هقولها بس لحد هيبدأ يعمل مشروع أو الناس اللي إن شاء الله هتخش في الراوندات الجاية، أهم حاجة تعملها يعني اعرف تفاصيل المشروع كويس في أول يوم تستلم فيه البلانة، ما تشتغلش في أي حاجة. كل اللي عليك إنك تفهم أنت محتاج إيه بالظبط في المشروع ده، وهتبدأ تقسم إزاي وقتك على الأيام، تكتب كل حاجة أنت محتاج تعمل إيه بالظبط وتسمي الله وتبدأ في المشروع على طول. بس ما تدخلش زي مثلا أنا أول ما بدأت إن أنا أشتغل في المشروع على طول، وكنت مسقط ديتيلز كتير عرفتها بقى وأنا شغال، فدي حاجه حرقت معايا شويه وقت. كمان وانت شغال اعمل يعني اشتغل في كل الانظمه عادي بالترتيب، وسيب التفاصيل الصغيره للاخر، انك تظبط مثلا شكل شيت الاكسل، انك تظبط الوايرنج بتاعك، انك تعمل فرقه الخطوط والحاجات دي كلها بتحرق وقت كتير، فسيبها برده للاخر خالص. بس يعني كان دي اكتر حاجه مثلا كانت محتاجه ان انا اشتغل عليها شويه. فدي كانت كل حاجه في المشروع، وربنا وفقنا جميعا يعني.